الريحة تجنن. واو بسم الله ما شاء الله مشهية. يم يم دي لعشاق اللحم الضاني ريحتها تجنن والله العظيم ما شاء الله. لكل متابعين قناتي قناة هنمود أهلا وسهلا بكم، شرفتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة آخر الأسبوع لذيذة شهية جميلة طعمة من إيد الشيف، يعني حبيت أخليها لكم آخر الأسبوع علشان اللي عايز يطبقها ويعملها هتعجبوا بيها جدا جدا، حاجة في منتهى اللذاذة والطعامة. طبعا آخر الأسبوع كلنا ممكن بنتجمع بنعمل أكلة مثلا مميزة زي أهالينا زمان، برضو آخر الأسبوع بيعملوا أكلة مميزة، فأنا حبيت أخلي لكم وصفة تبقى في آخر الأسبوع يا رب تعجبكم إن شاء الله بإذن الله. فيديو لحم الضأن مع البطاطس بمنتهى السهوله والبساطه بتكات الشيف وعلى طريقته باذن الله ان شاء الله تطبقوها زي ما الشيف يعملها بالظبط وهتعجبكم جدا جدا جدا. وبالف هنا بونا بتيتو، بعد الفاصل تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا لحم الضأن او اللحم الضاني، هنعمل له تتبيله عباره عن التتبيله دي ممكن نحطها عليها ونسيب اللحم في التلاجة لمده ساعه ساعتين ما يجراش حاجه، بتبقى حلوه كل ما تتساب، لكن احنا هنعملها على طول. عباره عن بصله صغيره مبشوره، طماطميه مبشوره، مع بصله صغيره مبشوره مع طماطميه مبشوره مع ملح وفلفل اسمر وجوزه الطيب مبشور وحبهان ناعم ومعلقتين صغيرين خل كده تتشرب حلوة قوي، تتبل يعني فيها. ممكن نسيبها في الفريزر في التلاجة ساعة ترتاح مع بعضيها، نقلبهم حلوة قوي. هنحط بقى على البوتاجاز طاسة فيها زيت، ودي عبارة عن كم قطعة لية متقطعة صغير، لية عادية يعني مش مسلوقة، وكم قطعة لحمة ضاني مسلوقة عندنا في الشوربة جبناها وقطعناها صغير مع اللية جبناها برضو قطعناها صغير بس من غير ما تبقى مسلوقة، وهنحطهم هنا الطاسة فيها زيت. هنا بقى الشيف قطع او اضاف كام بصلايه صغيره سلام زي ما هما بس قشرناهم للقطع الليه وقطع اللحم اللي متقطعه صغير، قطع الليه وقطع اللحم اللي متقطعه صغير، وهنشوحهم كلهم في الزيت. وزي ما احنا شايفين الشيف اضاف قطع اللحم من ريش الخروف، دي قطع لحم من ريش الخروف هنضيفها للطاسه بتاعتنا. حطينا هنا اهي ادي اللحم ابي يتسوى، حطينا شويه بصل متقطع عليه وننزل عليه بشويه ثوم. هنشوحها بقى كويس جدا، هنشوح اللحمه كويس جدا تتحمر وتنزل اكبر قدر من الدهون بتاعتها اهي زي ما احنا شايفين الشيف بيقلبها، تتشوح كويس قوي وتحمر، وبعدين هنضيف عليها التوابل اللي هي عبارة عن ملح فلفل اسمر بشرة جوزة الطيب حبهان مطحون وخلاص. بعد ما تشوحت وشفنا كل الخطوات مع بعض اللي الشيف عملها ضفنا بقى شوية شوربة من اللحمة الضاني على اللحم والبصل والمكونات اللي احنا شفناها وعلى التوابل اللي احنا اضفناها من شوية. هنسيبها بقى نغطيها ونسيبها تستوي. هتشيف يا هتحط ايه يا شيف؟ جزر، قطع جزر اهو زي ما احنا شايفين. ايوه
وقرن فلفل الريحة حار. تجنن، ريحة تجنن ما شاء الله. وقرن ايه؟ فلفل حار. حار اوكي للي يحب. اوكي حسب الرغبة. وعليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نسيبها تكمل سواها، هنغطيها بقى ونسيبها تكمل سواها. بسم الله ما شاء الله. استوت، سبناها فترة استوت صح كده يا شيخ؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله الريحة تجنن. ونخليها على نار هادية. ونخليها على نار هادية دلوقتي؟ اديها بتتشرب. واو. بسم الله ما شاء الله. مشهية. يم يم. دي لعشاق اللحم الضاني ريحتها تجنن. والله العظيم ما شاء الله. هنخليها بقى على نار هادية عشان هي اتشربت اوريدي صح؟ هيك. اوكي. او ننزل على كده على طول. طيب اوكي. هنا زيت. ايوه. قطع ليا. ايوه. وكم فص توم اهو. اوكي. عندنا بطاطس سايق. دي اللحمة. مسلوقة. وعندنا بطاطس مسلوقة. قطعناها زي ما احنا شايفين كده. وهنضيفها للزيت. والليا وصوص الثوم. دمار يا جماعه الاكل النهارده دمار. اللحم الضاني. اللحم الضاني بقى والليا والحاجات دي. والماعز. ما شاء الله والماعز. والماعز. لعشاق اللحم الضاق، لحم الضأن والماعز. والماعز زي الضأن. بس الماعز بيتهيألي بيبقى اللحم اخف. لا في ناس بتعمل. اوكي. بيتهيألي مش بنفس ريحة الضاني لا طعمته. حسب الله. حسب كل اللي. واحد وليه بالله. طعم الطعم. اوكي. وننزل عليها. وهننزل بقرن فلفل حار. حطينا شعر البابريكا، قليل من البابريكا، وملح. هنحط ملح اهو. الفلفل الاحمر وقليل من الفلفل الاسود. فلفل الاسود. اوكي. وهنقلبهم. وهو بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما البطاطس اتشوحت حطيناها رصيناها في طبق التقديم زي ما حضراتكم شايفين، وفي منتصف طبق التقديم حطينا لحم الشاهي اللذيذ الطعم ابو ريحه تجنن وطعم يهبل باذن الله. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا بالف هنا وشفا للي هيجربها من حضراتكم. وادي القلب اهو بسم الله ما شاء الله. ربنا ان شاء الله باذن الله يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى من كده كمان. بالف هنا وشفا تاكلوها جنب، هي تحفة يا جماعة. يعني أنا الطبق ده ودوني رغيفين تلاتة أربعة أيا كان. وسيبوني لا عايزة رز ولا عايزة مكرونة ولا عايزة أي، مش محتاجة أي حاجة. هي أنا من عشاق التغميس، يعني اللي هو عيش خبز يعني وأقعد جنب الطبق. أنا بحب الخبز وأقعد جنب الحاجة، مش من عشاق المكرونات والرز قوي يعني جنب الحاجات اللذيذة الطعمة دي. يا رب يكون عجبكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.